الله يسعدني مساكم جميعا متابعينا الأكارم، بتمنى كلكم تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. معكم سام فيدال. اليوم مش حلقة ميكانيك بناء على الاستبيان اللي عملناه بآخر حلقة لايف، وهو أنه حطينا في أول تعليق آراء المتابعين بخصوص اللايفات اللي بنعملها ونشاطات القناة. يعني بصراحة الانتقادات كانت كتيرة. أنا بوافق الانتقادات في كتير أشياء بصراحة، منها تضيع الوقت، اطلوع على الموضوع، ولو أنه بشوف أنه يعني حلاوتها أنه ما تكونش قاعد أنت زي التمثال ورسميات وبرستيج، حلوة الأمور تكون على طبيعتي. بس تضيع الوقت، أنا بلاحظ أنه لما أتفرج على لايفاتي بعد لخلص أنه في مساحة كبيرة تضيع الوقت. حابب انه نشوف حل لهالموضوع. بدي شغل ان انا معلم او انه انا بفهم، لا، بس بضمن لك انه تقريبا 80% اذا انت بتعطيني الوضع تبع سيارتك، لانه انا مش شايفها، انا ما بعرف سيارتك الا من وصفك، انا مش شايف سيارتك ولا بعرف قديش شو موتورها، شو وضعه، شو نوع الماكينة، قديش سلندر، شو بنزين، ديزل، انا ما بعرف. عم تقول انا عندي مثلا رجة او دخان الصبح، طبعا يعني تربو مش تربو، كل ما تغيرت كل ما بتختلف الاحتمالات. وما تنسى انه انا عم بحاول احدد مشكلة سيارتك وانا مش شايفها وما بعرفها، لذلك بدك تاكل على ضرسك. يعني بدك توصف المشكلة بشكل بروفيشنال قبل لا نبدأ بموضوع انك كيف توصف المشكلة، عشان نكون احنا واضحين في الصورة. انتو خدوا اللي إلكم واعطوني اللي إلي. انتو انتقدتوا كتير شغلات باللي انا عملته باللايفات وانا معاكم، اوكي. طيب وبالنسبة لل 73% اللي بيسألوني ومش مشتركين عندي بالقناة، يعني مثلا هذا بيرضي اي طرف؟ بيرضيكم انتو مثلا؟ 73% من اللي بيسألوني مش مشتركين، يعني مش عامل سبسكرايب. طيب فلذلك انا من عن طريق الاستديو من عندي من القناة انا بعرف اللي مشترك واللي مش مشترك. اللي مش مشترك انا هتجاهل سؤاله عشان نكون واضحين، ما تقولش انه خد لي الك واعطيني اللي الي. فهي النقطة الاولى عشان نكون خلصنا منها. النقطة اللي بعدها، مشكلة سيارتك يعني ما تستنى حد يجي يأكلك، بدك تاكل بإيدك. شو السيارة اللي معك؟ موتورها شو؟ قديش سلندر؟ تربو؟ ديزل؟ انت كان مشتغل فيها شيء قبل؟ يعني وصف الدقيق للمشكلة. غيرنا القطعة كان فيها كود كذا، بعد ركبناها الميكانيكي ركبها القطعة الفلانية، تحلت المشكلة الأولى بس طلع عندي مشكلة تانية وهي الكود. بعد ركب القطعة عشان انا اعرف مثلا شو نوع الماكينة عندك واعرف وين ركب القطعة لأفهم اقدر اربط الامور ببعضها، شو في حوالين اشتغل شغله مع الكود لأسهل لك. ما انت بجميع الاحوال انت اللي كسبان، your best shot، انت اللي مستفيد. فهمت علي؟ موضوع اللايفات انا مش هوقفه، يعني بنعملنا حلقة لايف واحدة طبعا هتكون مسخرة بصراحة. ليش؟ لانه انا هسه بدي اجاوبكم اسئله مسجله. اسئله مسجله يعني بدي اختار لي واحد من الاسئله او اكثر واعمل عليهم حلقه. كل يوم اعمل لي حلقه حلقتين، وكل اسبوع بعمل لي حلقه لايف اشوفكم نقعد ندردش مع بعض. على الاغلب انا هختار اسئله الكامله، الاسئله اللي فيها كودات. شو في عندك كودات؟ طيب عندك مشكله معينه، صوت معين؟ ما تقوليش انا عندي صوت، يعني ما تقول لي انا عندي صوت. يا جماعه انا بعرف ان انتم يعني اغلب اللي عم بتابعوني تفكير استهلاكي، وانا زلمي تفكيري علمي، يعني انا زلمي عم باخذ الامور انه كقوانين فيزياء، قوانين طبيعه، قوانين فيزيكس، قوانين استاتيكا، وقوانين ديناميكا. هذا كله انا عم بسهل لي كيف احل مشاكل السيارات. بس اذا انت ما عطيتني معطيات انا كيف بدي ابلش اعمل حساباتي؟ فهيكون كلياته كلام فاضي. عرفت علي؟ فالشرط الاول يا ريت تشتركوا في القناه لو سمحتوا. الشرط الثاني تستوفوا صوت
انا ما بعرف الصوت، مش عندك قناة؟ سجل بتليفونك الصوت، ارفعه على قناتك، اكتب السؤال وحط الرابط تبع الفيديو، حط رابط الفيديو مع التعليق، بشوف تعليقك وبسمع الفيديو، بعمل عليه حلقة وبشغل الفيديو تبعك وبعطي إجابة. فحتى اللي بيشوف الفيديو بعدين بيكون عنده معلومة تقيلة مع الأدلة مع البراهين ليقدر يستوعب، سواء أنه كان أخونا زميل في المهنة أو أنه زبون مشتري سيارة ومتورط بالمشكلة. فإحنا هنعمل كوستومايز، يعني إحنا هنخصص الكومنتس، يعني التاجز تبعت المشكلة. فكل مشكلة بمشكلتها، كل واحدة كل مشكلة بالتاجز تبعونها لنسهل البحث. الكلمات التعريفية لكل فيديو، يعني مثلا P0431 شو هي مثلا؟ كام شافت سنسر؟ اوكي بنكتب بالتاجز كام شافت سنسر P0431 بالانجليزي وبالعربي وكله وما يتعلق بالمشكلة. فبعدين اللي بده يدور على المشكلة بلاقيها، بلاقي فيديو، بلاقي كلامي، بلاقي صور قطع، حلت المشكلة جماعة. وبنفس الوقت انا مش حابب اني اخسر هوية القناة. هوية القناة هي بالتفاعل الحي. انا معتبر ان احنا كلياتنا لا شايف لا في فروقات لا عرقية ولا دينية ولا شيء، واحنا كلنا عيلة واحدة، احنا كلنا اهل. وانا هاي ياريت انا من هون، طالما انا عايش وهالقناة عم بشتغل فيها، انا هذا تفكيري، ما عندي اي شيء تاني، كلنا واحد ماشي. فياريت انه يعني نقدر بعض، ياريت انه نحس ببعض، وياريت انه نشترك بالقناة ماشي. وانا بكل ما اشوف اسئلة مكتوبة في الكومنتس بعمل عليها فيديوهات، بترك لكم فيديو، الفيديو جديد تكتبوا الاسئلة تحته، فكل فيديو جديد تكتبوا الاسئلة. طبعا اولوية عشان نكون صريحين، الأولوية للمنتسبين، يعني مش كل المنتسبين بحطهم بالواتساب عندي أنا، لا، في انتساب خاص للواتساب. أما في انتسابات تانية هدول من حقهم، لأنه هدول بيدفعوا فلوس عشان يستفيدوا، فأنا ببديهم أول شيء المنتسبين. طبعا منتسبين الواتساب مش محتاجين أن يكتبوا في التعليقات لأنهم معي على الواتساب. أما المنتسبين التانيين العاديين اللي هم الفئات اللي تحت الأقل، يعني هدول لهم الأولوية في أني أعمل بيك للسؤال تبعهم. ومن بعدين اللي بعدهم اللي مش منتسب بس بيكون مشترك في القناة، يعني سبسكرايب، يعني عضو بالقناة. أما اللي مش عضو في القناة ومش منتسب هتجاهل سؤاله، لأنه إذا ما فيش حدا سأله هو بس اللي سأل بجاوبه ماشي. كان معكم سافيدة، بتمنى أن نكون الصورة وضحت. أشوفكم إن شاء الله بعد لأخذ أجوبة وأجاوب لكم إياها، وقولوا لي شو رأيكم بالسيستم الجديد. أنا صراحة شايف أنه في وقت كتير بضيع، أنا شايف أنه في تشتت، وكمان في كتير استفزاز في التعليقات. مش معناه أنه أنا زلمي حديدي، بالعكس أنا زلمي طبيعي جدا، وأي شيء بيستفزني خصوصا إذا أنتم عارفين يعني. يعني نشوفكم ونشوف تفاعلكم وشو رأيكم بالكلام اللي أنا قلته، وأشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية. أوكي، مع السلامة.